التوحدي داخل الاسره المغربيه كيعني معاناه كبيره. ماشي كنعانيو من ولادنا، ولكن كنعانيو من الوضعيه اللي كيوليو يعيشوا فيها ولادنا، والوضعيه اللي كنعيشوا فيها احنا ايضا. المعاناه ديال الاسر كبيره، وما كيعرفها غير اللي كيعيشها. كنعرف ان الاغلبيه نتاع الاشخاص اللي ما عندهمش وليدات فيهم التوحد كيشوفوا التوحد عبر التلفاز، وفي التلفاز يعني في القنوات التلفازيه كنشوفوا واحد الصوره شويه نمطيه على الاشخاص الحاملين لاضطراب التوحد، وهي صوره ان هذا الشخص هو شخص عبقري وذكي، وكيخرجوا الاغلبيه كيقول لك التوحد راه علماء وهذا. فاليوم انا غنصح هذه الصوره، لان ماشي هذاك هو الواقع دائما. بعض الاطفال اللي عندهم توحد ليسوا بنوابغ وليسوا باذكياء، وعندهم نسبه ذكاء اقل من الطبيعيه، وهذا الشيء خاصو يعرفوه الجميع. فوليداتنا توحدين راه ماشي علماء، وليداتنا التوحدين فيهم اطفال اللي عندهم توحد واعاقه ذهنيه وتخلف ذهني وعده اعاقات مركبه. علاش انا كنقول ان تواجد الطفل التوحدي داخل الاسره هو معاناه كبيره، لانها هي معاناه معقده، يعني دايره بحال انشان ديال التعقيدات اللي كتدخل فيهم الاسره، بدايه من التشخيص اللي كيكون كيشكل واحد الصدمه كبيره على الاسره، خصوصا الام اللي كتعرف ان تبعها واحد المسؤوليه هائله. ففاش كتجي الاسره حتى كتعرف يعني ان الطفل ديالها عنده التوحد، الام اول حاجه كتصاب واحد الصدمه، والاب ايضا، ديال النكران ديال الاصابه ديال الطفل ديالهم بالتوحد. فما كيلقاوش اللي يعاونهم ويشرح لهم الامر، وكيلقاو راسهم كيتخبطوا من طبيب لطبيب. بما ان الدور عندنا في المستشفيات العموميه كياخذ وقت طويل، فالطفل ما يتمش تشخيصه في الوقت المحدد، وكيتعطل التشخيص. بلاص ما ياخذ هذا التشخيص 6 اشهر، كياخذ سنه او سنتين او 3 سنوات. اول حاجه لان الاسر كيتصدموا في المبالغ، مبالغ الاثمنه الباهظه ديال الاخصائيين زائد الاطباء. فالرحله كتبدا مع الاطباء اولا، كنجيو للاخصائيين. كتبدا مع الاطباء اولا، كديو داك البيدياتر نورمالمون. فاش كتدي البيدياتر اول مره كيقول لك البيدياتر لا ما فيه والو، راه هذا، لان التوحد ما كيبانش من عام ونص، ما كيبانش من كيبان من عام ونص للفوق، ولكن قبل من عام ونص ما كيبان والو للطفل. فكديو لداك الطبيب كتبقى، واصلا كدي وليداتنا للبريفي، لان البيدياتر في 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 مستشفيات الدوله كيخدو دور طويل، واصلا ما كيعطيكش الوقت. يعني كنصدقو كنخلصو عند البيدياتر شاك فوا، من بعد البيدياتر كيوجهك للنورو بيدياتر، والنورو بيدياتر راه ما كاينش في جميع المدن في المغرب. يعني كاين بعض الناس في بعض المدن كينتقلوا من المدينه اللي هما فيها، يعني كياخذوا 7 ساعات في في في, في الكار او 6 ايام باش يوصلوا للرباط، باش يمشيو للنورو بيدياتر يحطوا ليه 300 او 400 درهم باش يدوزوا 5 دقائق. هذه راه معاناه راه ما كيعرفها حد غير الناس اللي ساكنين في المناطق البعيده. ثاني حاجه، فاش كتمشي عند النورو بيدياتر كتشوف كيبقى النورو بيدياتر يدي فيك ويجي فيك سنوات، وما تيقولكش ان راه التوحد لا علاج له. اول حاجه النورو بيدياتر كيدير لك، كيعطيك ليغام غالي الثمن بالنسبه للاشخاص اللي غيخلصوه، راه باش غيخلص هذاك الشيء شويه كيقول لك خاصك تمشي للطبيب الانف والحنجره والاذن باش تشوف ان واش ولدك كيسمع. يعني غدير له واحد لو تيست سميتو لو بي او ا، كدير له لو تيست بي او ا، كدير له بزاف د الاشياء اخرين، كدير له الشبكه، يعني وحتى الشبكه ثمنها باهظ الثمن. ثم باش كدير هذا الشيء وكتكتشف، كيكتشف النورو بيدياتر ان ولدك ما عنده حتى مرض جيني وراثي، ما عندوش ممرض استقلابيه، ما عندوش مشاكل في المخ او بصمات في المخ او اي حاجه اللي كتعيق النمو ديال الطفل السليم ولا المعرفه ديالو المحيط. تيقول لك كيلقي لك الصدمه هكا مباشره، وتيقول لك فوالا راه الطفل ديالك فيه التوحد، وتما ما كتبقاش عارفه اش بغيتي دير. كيعطيك بعض الادويه اللي كيقول لك انها كتسهل عمليه التعلم عند الطفل، وهي راه التوحد حنا عارفين كلنا، واخا ما كنعرفوش في الاول، لكن بعد كنعرفوا ان التوحد لا علاج دوائي له. وكيبدا يخرج لك دي فيتامين، وبعد التحاليل اللي هي باهظه الثمن واللي ما كيقدوش عليها جميع الاسر. هذا الشيء كله كيطرى في واحد المده طويله، والاسره ما فاهماش ان الطفل ديالها مصاب بواحد الاضطراب اللي ما عندوش العلاج. هذاك الاضطراب اللي خاصك تتبع عند مجموعه تخصصات، يعني الستاف كله خاصو يخدم معاك،
من بعد كتجيك ديك الرحله الطويله. كاين بعض الاسر كيعياو وكيقعدوا كيمشيو يقيدوا وليداتهم في شي جمعيه وكيعطيو لديك الجمعيه شي بركه او حتى الجمعيه بعض الجمعيات كتمص لهم الدم وكيمشيو كيهنيو راسهم كيجلسوا في الجنب لانهم بصراحه خايفين وما عارفين ما يديروا. داخل زائد ديك الصدمه النفسيه اللي كتواجه الام ما كتبقاش عارفه اش باغا دير. بعض الاسر راه كتشتت بسبب التوحد. بعض الاسر الاب كيختار انه يخلي الاسره ويمشي فحالو لانه تيقول للزوجه ديالو انه غير مؤهل انه يحمل ديك المسؤوليه ديال داك الطفل، فكتبقى الام بوحدها في هذيك المعاناه من طبيب لطبيب من اخصائي لاخصائي وهكذا. هادشي الا كان عندها غير طفل واحد، اما الا كانوا عندها اكثر من طفل عنده التوحد فهذيك راه ماشي غير معاناه، هذيك راه بحال شي ازمه ولا بحال شي اخطر حاجه تكون عندك في الدار هي يكون عندك ثلاث اطفال او طفلين ديال التوحد، لانهم كل واحد غيكون مختلف على الاخر والمعاناه والمشاكل ديالهم كيكونوا مختلفين. دونك ما تعرف كيفاش تركز ولا مع من غتخدم ولا لمن غتجيب المربيه او المرافقه يعني والاثمنه ديال كلشي بعضين. من بعد فاش كما قلت لكم فاش كيشوفكم نوابيديات خوادي كتمشي كتولي عاوتاني الرحله ديال الطبيب النفسي والاخصائي النفسي. الطبيب النفسي بيدوبسيكياتر ففي المستشفيات الدوله راه قلت انهم قلال فاش كيعطيوك دي رونديفو قرابين، وحتى فاش كتاخذ رونديفو راه ما كيشرح لك شي حاجه اللي فريمون اللي غتفهم منها. ماشي جميع لي بيدوبسيكياتر ولكن كنهضر على البعض منهم كيدخلك كيقول لك شوف انا هذا تيبقى يدير المقاييس ديالو ابي تيقول لك صافي الولد ديالك فيه التوحد اش غندير او تيخليك هكاك. اغلبيه ديالهم هذه هي المشكله اللي كطرا، فكتضطر الاسره تقلب على اخصائي نفسي داخل الجمعيه. وهذا اخصائي النفسي طبعا راه ماشي فابور وكنخلصوه باثمنه باهظه، لان الاخصائي النفسي كيجي كيدير لك المقاييس كيجي يشوف لك كيقول لك سير عند اخصائيين اخرين دير دي بيلون، بيلون بسيكوموت ديال لا بسيكوموتريسيتي بيلون ديال لورتوفوني، والبيلون ديال لا بسيكوموتريسيتي والبيلون ديال لورتوفوني راه حتى هما باثمنه باهظه الثمن، باش يجي باش ملي تجيب ليه هذوك لي بيلون ياك هو يدير لك عاد واحد المشروع فردي للطفل باش تخدمه. وهكذا كتولي المعاناه التكركيم اللي كيعيشوا الاسر معقد جدا، كلشي مصاريف يعني الطفل الواحد كي ممكن يوصل ل 10000 درهم، كاينين الاطفال اللي 10000 درهم بالنسبه لهم راه قليله لانهم خاصهم بزاف عندهم اعاقات متعدده يعني توحد زائد تخلف عقلي او شيء اخر او شلل دماغي او حاجه، يعني خاصهم مرافقه دائمه، مرافقه الثمن ديالها راه من 3000 درهم للفوق يعني في المدن الكبرى، خاص العديد من الامور. زيد عليها ان المشكل ان حتى في المرافقات ما كتلقاش شي مرافقه اللي مكونين يعني دوك اللي مكونين الاثمنه ديالهم باهظه الثمن. فاش كتوصل كاع الاسره كتقدر تخدم مع الطفل ديالها حتى يدير 6 سنين فكتلقى راسها قدام المدرسه، مشاكل المدرسه، مشاكل الدمج المدرسي، مشاكل ايضا مرافقه الحياه المدرسيه، ثم فاش كاع كنقدو ندخلو مدرسه وكيوقف التعليم كتجي مرحله المراهقه، فالاسره كطيح في واحد المشكل كبير لان المراهقه كيكون فيها واحد التغيير كبير عند الطفل. فتما ما عندناش هنا في المغرب اخصائيين او كاينين قلال اللي دارسين الحالات ديال المراهقه التوحد المراهق التوحدي، قليل اللي عارف يدير ليه برنامج فردي وخاصو كوتش ولا خاصو كوتش رياضي يعني اللي يكون معاه باش يفرغ ديك الطاقه ديالو. وهذا وهادشي كله بايت الثمن، لي كوتش راه 7000 درهم يعني منين غتجيب الاسره هاد الماديات يعني باش تخلص على وليداتها هاد الاشياء كلها. يعني كيفاش غندير؟ واش حنا الاسره غتبقى تهز التكلفه اللي ما غتقدرش عليها؟ كي غدير غتبيع راسها والاسر اللي معوزه كي غيديروا الاسر ذات الدخل المتوسط، يعني الاسر الغنيه راه غادي نديروا هادشي لولادهم والاسر اللي ما عندهاش ما قادينش، يعني شنو في الاخر غنشدوا وليداتنا في الدار. فلهذا انا وثاني حاجه واحد الحاجه اللي شويه اللي خطره هي فاش كتكون في الاسره اعاقتين، يعني مثلا الطفل عنده التوحد والاب مكفوف او الام عندها شلل كامل او الام عندها مرض مزمن، كي غدير هاد الاسره منين غتجيب هاد المبالغ الماليه؟ لهذا انا كنتمنى ان المسؤولين يشوفوا
يشوفوا جهتنا احنا اسر ذوي اطفال، احنا اسر اطفال وشباب ذوي التوحد، يشوفوا جهتنا ويديروا لنا برنامج خاص بنا، لان وليداتنا حاله معقده وماشي سهله. التوحد الخفيف ماشي هو التوحد المتوسط والشديد، لان التوحد الشديد ما كيتمش كاع بالذكر ديالو، هو اكثر تعقيدا. وفي المراهقه كيولي هذاك الشاب يعني ولا المراهق جالس غير في الدار، لان حتى واحد ما كيقبل به. كنتمنى المسؤولين يشوفوا جهه الاسر اطفال وشباب ذوي التوحد، ويلقاو لنا حلول جذريه، لاننا احنا كاسر عينا من هذا الثقل، عينا من هذه الحموله اللي كنهزوا يوميا، ماشي عينا من ولادنا، ولكن عينا من هذه الوضعيه اللي عايشين. التوحد يفقر، راه واخا يكون تكون غني، التوحد يفقر وكيتعب الاسر نفسيا. اغلب الاسر معطوبه نفسيا وما عندهاش متابعه نفسيه. لهذا كنتمنى ان المسؤولين يديروا الدور ديالهم، يكون دور مهم، وما كرهناش المجانيه الشامله في اي خدمات غنديروهم لوليداتنا.